بسم الله الرحمن الرحيم. الرائد مايد محمد الشحي، رئيس قسم الوثائق والمراسلات والقيادة العامة شط رأس الخيمة. اليوم زرنا واجتمعنا مع هيئة الشارقة الوثائق والأرشيف، واطلعنا على أفضل الممارسات المحلية والعالمية، واطلعنا على الخطط الموضوعة من قبل الهيئة. وصراحة كان الطرح جيد، وكان الطرح مثري ونافع في نفس الوقت، وتبادلنا الأفكار، والحمد لله كانت الأفكار نيرة. وإن شاء الله ستكون لنا زيارات ثانية لتطبيق الأفكار هذه على أرض الواقع إن شاء الله تعالى.